سيدة دخلت مقر اليوتيوب بكاليفورنيا وضربت نار على الموجودين جوه واصابت 3 اشخاص منهم واحد مجروح بجروحات خطيرة. وتحديثات جديدة في اليوتيوب والانستجرام وواتساب. وكمان انتل اعلنت عن الجيل الثامن من معالجات كور اي 9 لاجهزة اللابتوب. وتفاصيل كتير هنشوفها من خلال نشرة الاخبار التقنية. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم احمد الجرنوسي، اهلا بكم في حلقه جديده من نشره الاخبار التقنيه واللي بنستعرض فيها مع بعض اهم واحدث الاخبار اللي حصلت في اخر 7 ايام او 10 ايام، ده المفروض. لكن النهارده حلقه بعد يومين من اخر حلقه، لان اليومين اللي فاتوا حصل احداث كتير جدا جدا وتحديثات للتطبيقات والبرامج على الاجهزه. خلونا نبدا مع بعض باول خبر معانا، وهو ان واحده دخلت مقر اليوتيوب في كاليفورنيا وقالوا ان امراه مسلحه دخلت وضربت نار على الموجودين، ضربت نار على 4 اشخاص فاصابت 3 منهم واحد باصابات خطيره جدا والتاني اصاباته متوسطه والتالت اصاباته مش خطيره قوي، ولكن تم نقلهم للمستشفى وعملوا الاجراءات اللازمه. والمفاجاه ان هي انتحرت بعد ما ضربت النار على الناس اللي موجوده جوه مقر اليوتيوب. كنت بطرطش في الوقت ده في حمام الموظفين، واول ما سمعت صوت الرصاص طلعت جري، لقيت واحده متعوره جامد في رجلها وعماله تنزف دم، خلعت شرابي من رجلي بسرعه عشان اوقف النزيف الحمد لله، بس ماتت من الريحه. وطبعا الدنيا اتقلبت هناك، فالمباحث جت والاسعاف والمطافي، واللي هيقول لك المطافي جاي تعمل ايه في جريمه قتل، فبياخدوا كل احتياطاتهم زي عندنا. ولكن عندي تعليق بسيط على الموضوع دوت، انهم بيقول لك امراه مسلحه، فلو كانت مسلمه كانوا نفخوا الموضوع وقالوا لك امراه ارهابيه تهجم على مقر اليوتيوب تقتل او تصيب عشرات الاشخاص. في ناس بتقول ان هي ايرانيه، ولكن لحد دلوقتي ما كشفوش عن الهويه بتاعتها. الدافع بقى اللي يخليها تعمل كده تشيل سلاح وتروح تضرب نار هناك، فناس اتريقوا قالوا لك عشان المشكله اللي كانت في اليوتيوب او امبارح، لان اليوتيوب وقف عن العمل وكان في مشكله، واللي يقول لك اصل تعطيل الدخل بتاع القناه بتاعتها هتوقف، واللي يقول لك اصل عندها مشكله مع موظف معين هناك. فدي كلها او افتراضات، ولكن خلونا نقول ان هي ممكن تكون عندها برضو حاله نفسيه او مريضه. ايا كان السبب بقى هيجوا يطلعوا لك دي مختله عقليا، ولو كانت مسلمه زي ما قلت لكم هيقولوا انها ارهابيه. خلونا نخش بقى على الخبر الثاني، هو تحديث في الواتساب. واتساب معروف انك لو غيرت الرقم بتاعك فبالتالي اصحابك او الناس اللي موجودين عندك مش هيعرفوا انك غيرت الرقم، وكمان المحادثات بتاعتك بتتمسح الا لو كنت عامل لها باك اب او نسخه احتياطيه بتنزلها على الواتساب الجديد او الرقم الجديد اللي انت بتستعمله. فدلوقتي واتساب في التحديث الجديد على اندرويد بس لحد دلوقتي، لو غيرت رقمك هيبعت تنبيه للناس اللي كانوا عندك ان انت غيرت الرقم بتاعك، وكمان هتقدر تستعيد النسخه الاحتياطيه على الرقم الجديد لان قبل كده ما كانش بينفع. وتقريبا الميزه دي كانت موجوده زمان 2009 2010 حاجه زي كده، بس واتساب فعلتها من جديد على الاندرويد، واكيد هتوصل للاي او اس في اقرب وقت. كمان في الاصدار التجريبي من واتساب هتقدر تستقبل وتبعت الفلوس بتاعتك عن طريق رمز الكيو ار، فهتكون العمليه سريعه معاك. كمان هيكون في ميزه الاستيكرز او الملصقات اللي تقدر تحطها على الصور بتاعتك وتبعتها بشكل فردي او جماعي من خلال الواتساب. جوجل اعلنت من خلال مدونتها الرسميه ان هي هتحظر او هتوقف كل الاضافات من خلال متصفح جوجل كروم، واللي بتستغل اجهزه المستخدمين في عمليه التعدين الالكتروني. فلقيت ان في اضافات كتير فعلا ومفيده للمستخدم وبتقدم له خدمه مميزه، ولكن فيها نصوص واكواد خبيثه بتستغل اجهزه المستخدمين، فان هي بمقابل ما بتعمل لهم الخدمه دي بتستغل الاجهزه بتاعتهم في التعدين. طبعا الموضوع منتشر في مواقع كتير وفي اضافات وبرامج، وده بيسبب استهلاك فظيع لموارد ومكونات الجهاز بتاعك وممكن يخربه. خطوه جميله من جوجل ان هي بتقضي على الاضافات دي علشان تحافظ على اجهزه مستخدميها. فيسبوك ماسنجر دلوقتي هتقدر من خلاله تبعت صور 360 درجه، اللي هي الصور اللي تقدر تاخدها وتلف في المكان اللي انت موجود فيه وتبعتها من خلال الماسنجر نفسه. كمان هتقدر تبعت وتستقبل فيديوهات بدقه 720 بكسل، ولكن مش من خلال تطبيق الماسنجر نفسه، لازم من خلال الكاميرا بتاعتك، فهي مش مدعومه من خلال الكاميرا اللي جوه تطبيق الماسنجر بتاع فيسبوك، لان معروف ان الماسنجر بيقلل دايما جوده الفيديو اللي انت بتبعته او اللي انت بتصوره من خلال الماسنجر. لكن دلوقتي هتقدر تبعت فيديوهات لحد 720 بكسل، ولكن الميزه دي موجوده او متاحه في دول معينه بس، طبعا الميزه متاحه للاندرويد والايفون. نيجي بقى للناس اللي بتحب تستعمل سناب شات، ودلوقتي هتقدر تقوم بمكالمه جماعيه من خلال الجروبس او المجموعات الموجوده في السناب شات بتوصل لحد 16 شخص. تخيل كده 16 واحد بيعملوا او بيتكلموا فيديو جماعي على السناب شات. بالنسبه لمستخدمي ايفون فاتكلمنا الفيديو اللي فات عن التحديثات للاي او اس 11.3، فدلوقتي في التحديث ده هتقدر تشغل اليوتيوب في الخلفيه، ولكن مش من تطبيق اليوتيوب نفسه، من خلال متصفح سفاري، والميزه دي كانت موجوده قبل كده. فمن خلال متصفح سفاري هتقدر تشغل اي مقطع فيديو في اليوتيوب وتروح لاي موقع انت عاوزه، والصوت هيفضل شغال في الخلفيه. وممكن كمان تقفل المتصفح وتطلع بره خالص تتصفح في اي مكان تاني،
وتشغله من خلال مركز التحكم في الايفون. انتل اعلنت امبارح عن معالج الكور اي 9 من الجيل الثامن على الاجهزه المحموله اجهزه اللابتوب، وطبعا اعلنت عن مواصفات كتير ولكن اعلاهم الكور اي 9 8950 HK واللي بيجي بست انويه و12 خط معالجه والتردد بتاعه بيوصل ل 4.8 جيجا هرتز. دي حاجه اول مره نشوفها في اجهزه اللابتوب. نيجي بقى الناس اللي بتحب سامسونج واللي بيستعملوا الجالكسي اس 6 والاس 6 ايدج. فالموبايل على الرغم من ان هو من 3 سنين من 2015 فما بينزلوش تحديثات امنيه، وده يمكن من عيوب الاندرويد ان هم بيرموا اجهزه وما بيحدثوهاش باستمرار على عكس الايفون او الاي او اس دايما بيهتموا بالتحديثات. يعني عندك ال 5 اس مازال بينزلوا تحديثات لحد النهارده، وشوف نزلوا بعديه كام ايفون جديد، ال 6 وال 6 اس وال 6 اس بلس وال 7 وال 7 بلس وال 7 اس بلس وال 8 وال 8 بلس وال 10. ون بلس نزلت فيديو تشويقي لمستخدميها وبتقول لهم ان الموبايل ده هيكون سريع جدا جدا وهيلبي كل احتياجاتكم من حيث السرعه اللي انتوا عاوزينها. طبعا الموبايل هو ون بلس 6 واول نسخه هتكون 64 جيجا بايت ب 525 دولار والنسخه ال 128 جيجا ب 600 دولار والنسخه ال 256 ب 700 دولار، والاعلان المتوقع عنه هو في نهايه شهر ابريل 2018. وبالنسبه ل اتش تي سي فدي صور مسربه من موبايل اتش تي سي يو 12 مع شاشه بابعاد 18:9 واللي بيجي بمعالج سناب دراجون 845 ورامات 6 جيجا بايت والساعه الداخليه 256 جيجا بايت مع معيار الاي بي 68 اللي هو مقاوم للميه والاتربه. وانا واحد من الناس بعشق جدا تصميم اتش تي سي، بحسه ان تصميم فريد قوي كده، ليهم تصميم خاص لوحدهم، حتى شركات كتير جدا جدا بتقلدهم. فانا متحمس الحقيقه ان اجرب الموبايل ده، والاعلان بتاعه هيتم في اول مايو او يونيو 2018. وبخصوص كذبه ابريل فايلون ماسك صاحب شركه تسلا اعلن عن افلاس شركه تسلا على الرغم انه حاول وصرف كتير ولكن كل المحاولات بقت بالفشل، وعمل تغريده اعتذر فيها للناس ان دي فعلا كذبه ابريل والشركه ما اعلنتش افلاسها ولا حاجه. الصوره اللي قدامنا دي هي اول صوره مسربه لجهاز الالعاب من شاومي واللي هيكون اسمه بلاك شارك، وهيجي بمعالج سناب دراجون 845 ورامات 8 جيجا بايت وذاكره تخزين 32 جيجا بايت، وهيجي بشاشه فول اتش دي بلس وبنظام تشغيل اندرويد اوريو. عشان لعبه فورتنايت اللعبه دلوقتي بقت موجوده على اجهزه الهواتف المحموله ولكن على الاي او اس بس، وبالتحديد ايفون 6 اس وطالع، اقل من كده اللعبه مش موجوده او مش متاحه للتحميل، فتقدر تنزل اللعبه وتلعبها بدون اي دعوات على الايفون بتاعك. اما موعد اصدارها على الاندرويد فلسه ما فيش اي موعد ولكن هتكون اكيد متاحه في اقرب وقت. وبالنسبه للناس اللي ممكن تقابل مشكله في اللعبه من جوه ان هي بتقف او مش عاوزه تشتغل، فده بسبب ضغط رهيب على سيرفرات اللعبه لان اللي نزلوها عدد كبير جدا جدا على اجهزه الايفون. فاللعبه الحقيقه محققه نجاحات رهيبه جدا جدا، مع ان في بعض المستخدمين او بعض الجيمرز بيقولوا ان في العاب تاني احلى منها. فلو انت شايف فعلا ان في العاب احلى منها وتستحق ان احنا نجربها يا ريت تقولها لي او تكتبها لي من خلال التعليقات تحت الفيديو ونبقى نجربها مع بعض على قناه الالعاب. قبل لسه منزله تحديث ال 11.3، دلوقتي نزلوا اصدار تجريبي من ال 11.4 واللي بيركزوا فيه على تطبيق الصحه ومنصه الواقع المعزز اللي هي الاي ار كيت 1.5، ده كمان بالاضافه للمكبر الصوتي الذكي او الهوم بود في الايفون. كلنا عارفين طبعا تطبيقات الطرف الثالث اللي تقدر تربطها بالاكونت بتاعك في فيسبوك، فكان قبل كده لو حبيت تمسح تطبيق بتروح طبعا للتطبيقات جوه الفيسبوك فيعرض لك كل التطبيقات فبتحذف تطبيق تطبيق، لكن فيسبوك دلوقتي سهلت الموضوع واتاحت انك تقدر تحذف اكتر من تطبيق في وقت واحد، فهتدخل على التطبيقات من خلال الموبايل او حتى من خلال الديسكتوب وتعلم على كل التطبيقات اللي انت عاوز تحذفها وتحذفها كلها مره واحده. فايرفوكس اعلنت عن متصفح جديد هيدعم تقنيه او منصه الواقع المعزز باسم فايرفوكس رياليتي او فايرفوكس الواقع، وده طبعا اللي بتتجه ليه دلوقتي اغلب الشركات، ولكن ما حددتش المنصات اللي هيشتغل عليها التطبيق. زي ما معروف ان متصفح كروم بيشتغل على جهاز جوجل دريم ومتصفح ايدج بيشتغل على مايكروسوفت هوم سبيس. في معركه بين تيم كوك رئيس ابل ومارك زكربرج رئيس فيسبوك، فتيم كوك طلع انتقد فيسبوك بقوه وقال ان اتاخر الوقت على فيسبوك علشان تنظم نفسها، لكن مارك زكربرج زعل طبعا وطلع وصرح وقال ان الكلام ده مش حقيقي تماما ومش هينفع تستمر في منصه او مكان الا لما يكون في مقابل، والمقابل بتاع فيسبوك اللي هو الاعلانات اللي بتظهر لكل المستخدمين، فهو بيستعمل كل البيانات بتاعتهم ويحللها علشان يظهر لهم اعلانات مناسبه للمستخدمين كحجه طبعا علشان يداري على التسريبات والفضائح اللي حصلت الفتره اللي فاتت. واستدل مارك بجمله الرئيس التنفيذي الامازون جيف بيزوس وقال ان في شركات بتشتغل بجهد علشان تاخد حقها بس، وفي شركات بتشتغل بجهد علشان تاخد اكتر من حقها، ودي طبعا سياسه شركه امازون لانها لو جابت منتج ب 10 دولار مش هتبيع
بيبيعوا ب10 دولار، بيبيعوا مثلا ب11 او 12 دولار. بس اللي فهمته ان مارك هنا في الحقيقه بيلمح لتيم كوك ان المنتجات بتاعتكم بتبيعوها باضعاف اضعافها، وده هو فعلا مكسبكم اللي انتم بتشتغلوا عليه. طبعا شغل شركات وتلاقيح كلام، بس الحقيقه مارك ده صايع قوي. جوجل اعلنت عن نوع جديد من اعلانات الفيديو مدته 6 ثواني هتقدر تعمل له تخطي. كان طبعا قبل كده اي اعلان فيديو 6 ثواني او اقل ما ينفعش تعمل له تخطي على اليوتيوب، والكلام ده كانت اعلنت عنه جوجل من سنتين، ولكن حبت تغير السياسه بتاعتها بحيث انها تخلي وقت الاعلان قصير فاللي بيتفرج ما يزهقش، وكمان يوصل فكرته بسرعه على طريقه الاعلانات اللي هي موجوده على الانستجرام واللي كلها بتكون اقل من دقيقه واحده. وطبعا معروف ان اعلانات الفيديو اللي بتظهر على اليوتيوب الشركه المسوقه او صاحب الاعلان نفسه ما بيدفعش الا لو المشاهد نفسه اتفرج على 30 ثانيه من الاعلان او ضغط على الرابط او شاف الاعلان كامل. فجوجل قالت له انا رايحه خالص يا عم واعمل لك اعلانات جديده ونجربها، وبالفعل لقت نجاح وخلاص الميزه دي اتفعلت واسمها ترو فيو فور ريتش. والتحديد الجديد في اليوتيوب ان لو جالك اشعار من قناه انت مشترك فيها فهيقول لك ان الجرنوسي نزل فيديو معين، فكان الاول يقول لك فيديو جديد من، دلوقتي لغوا العباره دي او الجمله دي تماما وبقوا يحطوا صوره القناه، فهتعرف على طول ان في فيديو جديد فعلا والعنوان بيكون موجود بشكل كامل. طبعا الميزه لسه تجريبيه فممكن تكون وصلت للبعض والبعض لا، فلو ظهرت لك يا ريت تقول لنا من خلال التعليقات تحت الفيديو ايه رايك فيها. استمرار للتحديثات، فجوجل دلوقتي بتحدد لك التطبيقات اللايت، معروف ان في فيسبوك لايت، في ماسنجر لايت، في سكايب لايت، في تويتر لايت، وتطبيقات جوجل بتحط كلمه جو، فعندك يوتيوب جو، مابس جو. جوجل سهلت الموضوع دلوقتي من خلال متجرها ان هي بتكتب عباره لايت موجوده تحت التطبيق مع حجم التطبيق، فدي حاجه طبعا هتسهل جدا وهتفيد الناس اللي هي عندها انترنت ضعيف او بتحب تستعمل البرامج الخفيفه اللي ما بتستهلكش بيانات اكتر. في الفيسبوك لو اعترضت على صوره وعملت ابلاغ لصوره او فيديو او اي بوست مخالف، وفيسبوك هيحذفه تماما لو شافه مخالف للسياسات بتاعته، لكن دلوقتي مع التحديثات الجديده هتقدر تعترض او تقدم اعتراض على حذف البوست او المنشور بتاعك بحيث تعيد نشره من جديد، لان دايما الخطا وارد. شركة كلاود فرير اعلنت عن خدمة دي ان اس من خلالها هتقدر تسرع تصفح الانترنت عندك، وبتنافس فيها شركة جوجل. وبكل بساطة عشان تعرف معنى الدي ان اس، فكل موقع قدامك مكتوب بلغة هو ليه اي بي او رقم معين، فطبعا مش هتقدر تفتكر الارقام، فالاسم بيكون سهل بالنسبة لك عن الرقم او الارقام الكتير، لان المواقع كتير جدا جدا، فبالتالي بتفتكر جوجل، فيسبوك، تفتكر تكنو عربي، تفتكر المواقع دي، مش هتفتكر الارقام بتاعتها. فعلشان كده الدي ان اس هو اللي بيحول العنوان السهل لرقم الاي بي موجود عليه الموقع. وعلشان تجرب وتفعل الميزه دي هتروح لاعدادات الشبكه عندك سواء كان واي فاي او كيبل ايثرنت، واختار الخصائص بتاعتها، وبعد كده هتيجي تختار انترنت بروتوكول، وهتيجي تدوس على يوز فولوينج دي ان اس سيرفر ادريس، هتيجي تكتب هنا 4 وحايد 1111 وهنا 1001، وهتدوس على اوكي، فهتلاحظ فعلا فرق في سرعه الانترنت عندك. جربه برده وقول لي من خلال التعليقات تحت الفيديو. دي كانت نشرتنا النهارده، واسف لو طولت عليكم، ولكن الاخبار فعلا تستحق على الرغم من ان في اخبار ما قلناهاش، وعلشان كده بنركز على اهم الاحداث والاخبار اللي حصلت في الايام اللي فاتت. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ميعادنا مع نشره جديده، او ممكن بعد يوم ولا اتنين لو حصلت اخبار او تحديثات جديده للبرامج تستحق ان احنا نعمل لها حلقه مخصوصه. اخيرا وكالعاده حابب اعرف رايكم عن احسن خبر سمعتوه في الحلقه، قولوه لي من خلال التعليقات تحت الفيديو على طول ان شاء الله. ولو اول مره تشوفنا من خلال القناه يا ريت تدعمنا بانك تضغط لايك ليه وتدوس سبسكرايب او اشتراك للقناه من الايقونه المدوره اللي فوق بالروس دي، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله. كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.